بين امرأة أكبر منه وامرأة أصغر منه، امرأة فرنسية والأخرى تونسية، ازدحمت الحياة الشخصية لبورجيبة، رئيس تونس الخالد في أفئدة شعبه رغم تطاول الزمان، زعيم لم يتحرج أبدا من مصارحة شعبه بمشكلة في إحدى خصيتيه، مما حدا به للتشكيك في نسب ابنه الوحيد، حياة عائلية مثيرة لزعيم تونس الأسبق المحامي الحبيب بورجيبة الذي أحبه شعبه حيا وميتا. عن زوجاته وأولاده وعائلته سيكون أعزائي هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة، لكن قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ولد الحبيب بورجيبة في 3 أغسطس أوت سنة 1903 وتوفي سنة 2000، أي أنه عاش قرابة 100 عام. هو أول رئيس للجمهورية التونسية بعد الاستقلال، وقد اشتهر بإصدار العديد من التصريحات والقوانين التي تعتبر مثيرة للجدل. تزوج بورجيبة مرتين، فكان زواجه الأول من مفيدة بورجيبة التي دام زواجه منها أكثر من 30 عاما بين سنتي 1927 و1961، أي أن مفيدة قد ظلت زوجة لبورجيبة ل34 عاما. ولدت باسم ماتيلدا لوران سنة 1890، أي أنها تكبر زوجها الحبيب بورجيبة ب13 عاما. ورغما عن أنها قد اتخذت اسم مفيدة، إلا أنها تعرف عند عامة التونسيين بماتيلدا، أي باسمها الحقيقي. هي الزوجة الأولى للحبيب بورجيبة، وهي أول سيدة أولى لتونس. تعرفت على بورجيبة الشاب عندما كان يدرس في الجامعة الفرنسية، وكانت آنذاك أرملة توفي عنها زوجها الضابط في الجيش الفرنسي. تزوجت ماتيلدا من بورجيبة وأنجبت منه في أفريل سنة 1927 ابنه الوحيد الحبيب بورجيبة الابن، فيما تشير روايات إلى أن إنجابها لابنها قد سبق زواجها. عادت ماتيلدا مع بورجيبة إلى تونس بعد حصوله على الإجازة في الحقوق سنة 1927، وقد صبرت معه كثيرا على ما لاقاه من سجن وإبعاد بسبب تزعمه للحركة الوطنية التونسية. وإثر الاستقلال سنة 1956 حصلت ماتيلدا على الجنسية التونسية واعتنقت الدين الإسلامي سنة 1958، وأصبحت منذ ذلك الوقت تعرف باسم مفيدة، إلا أن حياة هذه المرأة التي صبرت مع بورجيبة لم تكن على ما يرام، حيث وقع زوجها في حب امرأة أخرى منذ سنة 1943 وهي واسيلة بن عمار، على الرغم من أنها قد كانت متزوجة من غيره. وفي 21 من جويلية سنة 1961 طلق بورجيبة ماتيلدا أو مفيدة بنية التزوج من وسيلة. وعلى الرغم من ابتعادهما، إلا أن بورجيبة قد ظل يزور زوجته الأولى التي حافظت على ودها له إلى أن توفيت ودفنت في تربة آلي بورجيبة في مدينة المنستير. كانت هذه المرأة أكبر من زوجها ب13 عاما، ومع ذلك فقد جمعتها به علاقة ودية إلى أن توفيت سنة 1976. شكك بورجيبة في ولده منها لأنه كان يعاني من مشكلة تناسلية، لم يتحرج أبدا من الحديث عنها علنا، حيث قال مرة أن إحدى خصيتيه لم تكن في مكانها، ومع ذلك فقد أنجب ابنه الذي يشبهه كثيرا. وقد أكد له الأطباء طبعا أن هذه المشكلة لخصية واحدة لا تمنع الرجل من الإنجاب، وبالتالي فإن الابن الوحيد لبورجيبة هو الحبيب بورجيبة الابن الذي ولد سنة 1927 وتوفي في ديسمبر سنة 2009. هو دبلوماسي وسياسي تونسي، وكانت شهرته الأكبر أنه ابن الزعيم بورجيبة. درس الحقوق بفرنسا مثل أبيه وعمل في السلك الدبلوماسي، ومن نسله فقط ينحدر أحفاد بورجيبة. عاش بورجيبة الابن 82 عاما، فكان من طوال العمر مثل والده، وقد دفن في مقبرة العائلة في مدينة المنستير. نمر الآن إلى الزوجة الثانية والأشهر للحبيب بورجيبة، وهي وسيلة بورجيبة أو وسيلة عمار، والتي أصبحت تعرف في تونس بالماجدة. ولدت وسيلة في مدينة بجة سنة 1912 وتوفيت في حزيران جوان سنة 1999، وقد لعبت دورا سياسيا كبيرا خلال عهد بورجيبة. تنتمي وسيلة بن عمار إلى عائلة تنحدر من مدينة الكاف، وكان والدها وكيلا بالمحاكم الشرعية. درست حتى حصلت على الشهادة الابتدائية، ثم التحقت بالتعليم الثانوي، لكن سرعان ما انقطعت عنه. تزوجت أولا من علي
الشاذلي وهو أحد أثرياء مدينة الكاف، وأنجبت منه بنتا سميت نبيلة. رآها بورقيبة لأول مرة بعد عودته من المنفى سنة 1943، لتعلق هذه المرأة في ذهنه وفؤاده ويحبها منذ النظرة الأولى. بدلته وسيلة الحب رغما عن أنها كانت متزوجة. ليقرر كل منهما أن يطلق زوجه بعد 20 سنة من أول لقاء، حيث طلقت وسيلة زوجها علي الشاذلي وطلق بورقيبة زوجته ماتيلدا، ليتحد العاشقان أخيرا سنة 1962. كانت أنذاك في 50 من عمرها، وقد عاشت مع بورقيبة أكثر من 24 عاما، لقبت خلالها بالماجدة، وكانت ماجدة حقا في عهد زوجها. قامت بدور كبير في الحياة السياسية التونسية، حيث كانت هي وراء توزير عدد هام من الوزراء وإزاحة آخرين من مناصبهم. ساهمت في الإطاحة بالوزير أحمد بن صالح، وحالت دون تسمية محمد الصياح وزير، وكانت أيضا وراء تسمية محمد المزالي وزيرا قبل أن تنقلب عليه. كان لها دور في السياسة الخارجية التونسية، حيث وقفت ضد الوحدة مع ليبيا ودعمت القضية الفلسطينية، كما كانت وراء استضافة الفلسطينيين في تونس بعد إخراجهم من بيروت. في النهاية تطلقت الماجدة من بورقيبة سنة 1986، وسحب منها لقب الماجدة، لتعيش بعد ذلك في العاصمة الفرنسية باريس، ولم تعد نهائيا إلى تونس إلا سنة 1988، أي بعد أن أزيح بورقيبة عن الحكم. لم تنجب وسيلة للحبيب بورقيبة أبناء، وذلك طبعا لتقدم أعمارهما عندما تزوجا، إلا أن الحبيب بورقيبة قد تبنى فتاة اسمها هاجر، وبالتالي فقد انقسمت الحياة العائلية لهذا الرئيس بين امرأتين، إحداهما فرنسية هي ماتيلدا، والأخرى تونسية وهي الماجدة وسيلة. هنا أعزائي نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى حقيقة أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فرداوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.